هنبدأ كده إن شاء الله نحل الشيتات بتاعت المعاصر. شيت 1، شيت 1 ده على ليسون 1. ليسون 2 نبدأ. question 1 بيقول لي 3 times 4 by 2. طبعا الفكرة هنا هي فكرة إن أنا عندي أكتر من number، وأنا عارف إن أكتر من number لو أنا بعمل لهم by يبقى هستخدم البروبابيلتي بتاعت الأسوسيتيف، اللي هي ان انا ممكن احط براكت على اي 2 نمبرز وما غيرش الناتج. هو حاطط لي براكت هنا على ال 4 باي 2، يبقى 4 باي 2 ايكوال 8، يبقى انا هشيل ده خالص واحط مكانه 8. انا شايف دول عباره عن ايه دلوقتي؟ 3 باي 8. طيب 3 باي 8 24. طب يا مستر انا بدلت مكان ال 8 وال 3، عادي مفيش مشكله، بس يفضل ان انت تمشي بالنظام. طب شوف السؤال اللي بعده، نفس الكلام، حاطط لي براكت على 6 تايمز 5، 6 times 5 equal 30، وهنركن ال 7. طيب هنا بقى 30 by 7، احنا متفقين من الترم الاولاني ان اي multiplication فيها 0 نستخدم طريقه اسمها طريقه اركن ال 0. 0 ده نركنه هنا الاول، مالناش دعوه بيه، وكان المساله بقت 3 by 7 21، يبقى الاجابه بقت 210. نفس القصه للسؤال اللي بعده، هو حاطط براكت هنا على 5 times 4 equal 20، وهنزل ال 9، اركن ال 0، 2 by 9 equal 18. السؤال اللي بعده، السؤالين دول بقى مش بيتكلموا على الاسوسيتيف، بيتكلموا على الديستريبيوتيف. طيب ايه هو الديستريبيوتيف؟ احنا اتفقنا بناخد النمبر الكبير ونكسره. انا ماليش دعوه بال 3، ال 17 دي هي كام بلس 7؟ هي 10 بلس 7. طب هنا نفس الكلام، ماليش دعوه بال 6، ال 18 هي 10 بلس 8. ايه اللي بيفرق ما بين مساله الاسوسيتيف والديستريبيوتيف؟ ان الاسوسيتيف كلها علامات باي، اما الديستريبيوتيف بيبقى فيها باي وبلس في نفس الوقت. طيب تعال نبص هنا. question 2 بيقول لي choose the correct answer 4 times 3 times 5 equal. طبعا انا قلت لك قبل كده انه اول ما يجيب لك equal يبقى هو قصده ان دي حيطه، لازم الليفت هاند سايد تبقى قد الرايت هاند سايد، لازم الناحيه دي تبقى زي الناحيه دي بالظبط في كل حاجه. يعني هنا 4 باي 3 باي 5، يبقى هنا لازم تبقى 4 باي 3 باي 5، يبقى انا هختار 3. هو غير بس اماكن البراكت. طب هنا 6 باي 2 باي 4 قلنا ما بنعرفش نحلها غير لما نحط براكت من عندنا، فممكن نحط براكت هنا مثلا تبقى 6 باي 2 ايكوال 12. خلصت الإجابة؟ لا، لأن لسه في باي 4. 12 باي 4 equal 48. السؤال اللي بعده، 14 باي 8 equal، طبعا ال 14 كبيرة هي اللي هتتكسر، ل 10 بلس 4 ومليش دعوة بال 8، يبقى الاختيار 10. 7 باي 8 equal 7 باي، يبقى هو كسر ال 8، كسرها لإيه؟ 7 بلس 1. Both greater than or smaller than 3 by 2 by 4 4 by 2 by 4. واضح قوي ان دي اكبر. ليه؟ انا حتى لو عايز احل هعمل 3 by 2 ب 6. طب 6 by 4 يبقى اجابه كل ده 24. طب هنا 4 by 2 ب 8، 8 by 4 ب 32، يبقى خلاص 32 اكبر من ال 24. هنا 1 by 5 by 8، 1 by 5 ب 5، 5 by 8 ب 40. هنا 4 ماليش دعوه بيها، باي 5 by 2 ب 10، انا بشتغل على اللي جوه البراكت الاول، 4 by 10 ب 40. طب الاثنين بقوا ايكوال. هنا انا هحل بقى، هعمل ايه؟ والله انا ممكن مثلا اخد 4 by 2 يا مستر، بس دول بعيد عن بعض، احنا اتفقنا ان انا ممكن اعمل كوميوتاتيف، ابدل اماكنهم وبعد كده اعمل باي. يعني من الاخر انت هتاخد 4 باي 2 بكام؟ ب 8. طب 8 باي 7، 8 باي 7 ايكوال 56. طيب تعالى هنا بقى هنعمل ايه؟ هنبدا دلوقتي ناخد 5 باي 6 مثلا ايكوال 30. طب 30 باي 5، لا انا محتاج اركن الزيرو الاول واعمل 3 باي 5 15، يبقى طبعا دي اكبر، 150 اكبر. شوف اخر question
في الشيت الاولاني بيقول لي يوز ديستريبيوتيف بروبرتي، يعني كسر، ماليش دعوه بالايت، وهبدا اكسر ال13 باي طريقه. انا قلت لك بقى ال13 ليها تكسير كتير قوي، ممكن تقول 10 بلس 3، ممكن تقول مثلا 11 بلس 2، ممكن تقول 5 بلس مثلا 9، كل دي تنفع، كل دي حاجات تنفع، بس انا هختار اسهل تكسير اللي هو 10 بلس ال3، وابدا بعد كده استخدم الاسهم اللي قلنا عليها واحنا بنشرح ان 8 باي 10 بلس 8 باي 3. طيب 8 باي 10 ب 80، 8 باي 3 24، اعمل لهم يلا بلس، فبقت الاجابه 104. اي تكسير هتستخدمه هيبقى صح، بس لازم تطلع الاجابه 104. طيب هنا 15 باي 7 اللي هنكسره هو ال 15، فانا هخلي ال 15 10 بلس ال 5 باي ال 7. ممكن عادي خالص ان انا امشي بالاسهم بالشقلوب، يبقى هكتب كده 7 باي 10 او 10 باي 7 بلس 5 باي 7، 10 باي 7 ب 70، 5 باي 7 ب 35. لو عملت لهم الاثنين بلس هتبقى 105. طبعا انا باخد الونس مع الونس 5، التنس مع التنس ب 10. طيب ده كده كان شيت 1. نشوف شيت 2. شيت 2 بقى بيتكلم على ليسون 3 بس لوحده. طيب في اسئله طبعا ليها علاقه بليسون 1 عادي. 7 باي 8 ايكوال 7 باي، هو كسر ال 8 حاطط لي بلس اهو، كام بلس 5 يدوني ال 8؟ 3، 3 بلس 5 ب 8. 5 باي 4 باي 2، طيب مين اللي ممكن نعمل له باي؟ هو حاطط براكت على ده، 2 باي 4 ب 8، 8 باي 5 ايكوال 40، 2 باي 3 باي حاجه من الاختيارات تديني 30. طب انا هحسب دول، 2 باي 3 6، يبقى 6 باي كام ايكوال 30؟ 6 باي 5. هنا دي مسألة ديستريبيوشن، فأنا قدامي بقى طريقتين للحل، يا إما إن أنا آخد الـ 5 أعمل لها باي هنا مرة وهنا مرة وأعمل لهم بلس، يعني أخليها 5 باي 3 بلس 5 باي 7، 5 باي 3 15، 5 باي 7 35، وهعمل لهم بلس، 5 بلس 5 إيكوال 10. 0 كاري اب 1، 1 فوق ال 3 4، 4 1 5. دي طريقه، في طريقه اسرع بكتير من اللي انا عملته، ان انا هاخد دول 3 بلس 10 او 3 بلس 7 ايكوال 10، يبقى دي بقت 5 باي ال 10 ايكوال 50 على طول في خطوه واحده. طيب مسائل الاستيميشن، مسائل الاستيميشن عشان اللخبطه اللي انتوا اتلخبطتوها فيها، احنا اتفقنا في الاستيميشن انا باخد الرقم الكبير بالنسبه لي اللي هو الناين، واشوفه هو قريب من مين، الناين دي قريبه من التن، فانا بكتب له كده او بقول مع نفسي سبوز ان الناين از 10، انا هعتبر ان الناين دي ب 10، فبقت 5 باي 10 ايكوال 50. طب اللي بعدها مين اكبر رقم؟ 7. هل ينفع نعتبرها 10 ولا نقول عليها 5؟ يعني نطلعها فوق ولا نرجعها تحت؟ بص كده ال 7 وادي ال 10 وادي ال 5، هي قريبه اكتر هنا ولا هنا؟ لا قريبه لل 5، لان هي خطوتين وتوصل لل 5، اما ثلاث خطوات عشان توصل لل 10. فانا هقول له سبوز، او انا مع نفسي بقى كده هبقى عارف ان انا هفرض كلمه سبوز، واحنا قلنا معناها افرض، سبوز معناها ان انا هخلي ال 7 تبقى 5. طب انا لما حطيت دي 5 تعالى نحسب، يلا ممكن ناخد مين مع مين؟ ممكن ناخد 6 باي 5 ايكوال 30. طب 30 باي 3، 30 باي 3 ايكوال 90. هنركن الزيرو ونعمل 3 باي 3 تاني، اهي 3 باي 6 باي 5، انا حطيت براكت من عندي على ال 6 وال 5، حسبت دول طلعوا ب 30 باي 3، اركن الزيرو و3 باي 3 ب 9، يبقى دي كده هي الاجابه بتاعت المساله دي. طب هنا الاستيميشن بتاع ده 13 باي 4، طيب يلا قول لي مين الكبير؟ 13. ال13 دي انا هفرض سبوز ان ال13 از، ممكن اقول عليها مثلا 10 ولا 20؟ لا 10،
أقرب للتن، يبقى دي كده بتن 10 باي 4 equal 40. طيب هنا ال 19 نقول عليها ايه، 10 ولا 20؟ لا 20 هي الرقم الكبير، يبقى اركن الزيرو واعمل 2 باي 7 equal 40. طبعا الفكرة بتاعت الاستيميشن بتيجي من كتر الحل، يعني بناخد الرقم الكبير دايما ونشوف احنا هنقربه لايه. طيب نشوف السؤال اللي بعده. There are three bags. Each bag، في عندي ثلاث شنط. Each bag holds five boxes. كل bag جواها five boxes. ماشي. In each box، جوه كل box there are ten candies. جوه البوكس box ده كده في ten candies. وده ten وده ten وده ten وده ten. انت خدت بالك من ايه؟ انا خدت بالك طبعا، هو بيسالني هنا هاو ماني كانديز ار ان اول. انا عارف دلوقتي ان انا عندي 3 باجز، كل باج جواها 5 بوكسز، كل بوكس جواها 10 كانديز. فانا دلوقتي لو عايز اعمل لكل دول باي، ايه الحل؟ هستخدم طريقه الاسوسييتيف، هحط براكت من عندي وابدا دلوقتي احسب 3 باي 5 15 15 وهنزل باي 10. طب المستر قال لي قبل كده ان اي حاجه في تيبل 10 بتزيد 0، يعني ال 15 هتنزل 15 وازود عليها 0. طب ال 150 دول عباره عن ايه؟ دول الكانديز، فهكتب له كلمه كانديز. السؤال اللي بعده وناخد بالنا بقى. في كلمه هنا اللي هي استيميت، يعني هو مش عايز الاكتوال برودكت، هو عايز الاستيميشن. A baker bakes 12 cakes in 1 hour. يعني كل ساعة 1 hour هو بيطلع 12 cakes، ساعة كمان يطلع 12 cakes، ساعة كمان يطلع 12 cakes. طب هو بقى بيقول لي how many cakes he can bake in 8 hours. يبقى هاخد ال 8 اعمل لها باي 12، بس هو مش عايز actual او عايز مني estimate، فانا هاخد الرقم الكبير اللي هو ال 12 واروح كاتب له كده suppose ان ال 12 is 10، قريبه لل 10 انا هشيلها احط مكانها 10، بقت 8 باي 10، يبقى الاجابه ايكوال 80 كيكس. خلي بالك ان ده ناتج مش حقيقي، ده ناتج تقريبي، عشان كده هو قال لي كلمه ايه؟ استيميت. طيب شيت 3 على ليسون 4 و 5 مع بعض بيقول لي 27 divide 3. طبعا ال 20 احنا عارفين ان ال divide مقصود بيها sharing equally، يعني تاخد ال 27 dividing equally توزع بالتساوي، تاخد ال 27 تقسمهم على 3 اماكن، يبقى 9 و 9 و 9، يبقى الإجابة 9. او ممكن تحلها بالشقلوب تقول مين النمبر اللي عمله باي 3 equal 27. طيب هنا كام باي 6؟ مين اللي في table 6؟ مين اللي كرره 6 مرات؟ يديني 48. لو بصيت للاختيارات كده هلاقي 8 by 6 equal 48. The product، قلنا البرودكت معناها ناتج الباي، الناتج بتاع الباي. لو انا عايز اعمل باي دلوقتي لل 4 وال 2 وال 3 يبقى 4 by 2 by 3، فانا هعمل لهم باي ازاي دلوقتي؟ واحده واحده كده، احط براكت مثلا هنا 4 by 2 ب 8، يبقى 8 باي 3 equal 24. 42 divide كام equal 6، يعني ال 42 دي اقسمها على كام مكان؟ يبقى كل واحد فيهم ب 6، 6 6 6 6 وهكذا. طيب انا ممكن احلها بالشقلوب، 6 تتكرر كام مره؟ يعني باي كام؟ تديني 42. 6 باي 7. طبعا انا ما بطولش في حل مسائل التيبل، لان المفروض ان حضرتك حافظ التيبل ترد على طول. هنا مين النمبر اللي عمله divide 5 equal 4؟ حل يلا بالشقلوب، 4 by 5 equal 20. 54 divide 9، ممكن احلها برضو بالشقلوب، مين by 9 يديني 54، هلاقيها 6. كام by 7 equal 21؟ 3 by 7. 6 by 14، لا دي كبيرة عليا وهو مش عايز استيميت، هو كاتب equal ما كتبليش استيميت، يبقى انا هنزل 6
وكسر ال 14 بالديستريبيوتيف 10 بلس 4 وهبدأ أستخدم الطريقة بتاعة الأسهم 6 باي 10 ب 60 6 باي 4 24 أعمل لهم بلس ال 4 وال 0 4 ال 2 وال 6 ب 8 يبقى الإجابة بتاعة المسألة بقت 84 3 باي حاجة equal 30 3 باي 10 كام ديفايد 6 equal 5 دايما بنحل بالشقلوب 5 باي 6 equal 30 شوف الـ 2 questions الأخرانيين هنا في الشيت دينا بوت 7 بنز for 12 pounds each يعني كل ألم فيهم كل ألم السعر بتاعه كان 7 آسف كان 12 طب هي اشترت الألم ده كم مرة؟ 7 مرات اشترت 7 أقلام 7 أقلام دول كل ألم فيهم كان ب 12 جنيه How much money did she pay؟ يبقى أنا هقول دلوقتي 7 times 12 ممكن أكسر دي يبقى هكتب 7 times وهعمل 10 plus 2 مكان ال 12 ابدأ بقى استخدم الأسهم 7 by 10 ب 70 7 by 2 ب 14 4 و 0 4 1 و 7 8 وما انساش طبعا اكتب كلمة bounds السؤال اللي بعده باسم has 36 apples he wants to back يعني يعبئ each 4 apples in a bag يعني عايز ياخد الـ apples دي يقسمهم على الباجز كل باج يبقى جواها 4 apples how many bags does he need يبقى هقول دلوقتي 36 عايز اعمل لهم ديفايد اقسمهم لفورز بص كده انت عندك 36 كل 4 تحطهم مع بعض في باج تمام كل شويه هتلاقي ايه اللي حصل هتلاقي حضرتك طلع عندك كام جروب how many groups هبدا اعد بقى دي طريقه لو هرسم طب ايه الطريقه الثانيه الطريقه الثانيه ان انا هقول 4 باي كام يديني 36 هلاقيهم 9 طيب ال 9 دول ايه بقى 9 باجز ما هي دي شنطه 2 3 4 5 6 وهكمل بقى 7 8 9 كده انا حطيت في كل شنطه 4 apples وهم عددهم بقى 9 فهكتب له كلمه 9 bags الشيت اللي بعده شيت 4 شيت 4 بيتكلم على البريمتر طبعا احنا عارفين ان كلمه بريمتر هو زيه زي السور اللي حوالين الشكل في سكوير هوز سايد لينكس ب 9 يبقى السايد ب 9 يبقى ده 9 9 9 طب ايه قانون البريمتر بتاع السكوير هو سايد باي 4 يعني حضرتك هتاخد السايد اللي عندك اللي هو ب 9 تعمل له باي 4 الاجابه 36 او في طريقه ثانيه ان انا اقعد اعمل بقى 9 بلس 9 بلس 9 بلس 9 بس قلنا دي الطريقه الابطا طيب ذا بريمتر اوف ريكتانجل الفرق ما بين الريكتانجل والسكوير ان الريكتانجل مش كل السايدز ايكوال اما السكوير كل السايدز ايكوال هنا اللينكس ب 7 والويتس ب 3 اللينكس ده ب 7 الويتس ب 3 قلنا بقى في طرق كتير جدا بس اسرعهم اللي هي لينكس بلس ويتس والباي 2 يبقى هنجمع لينكس بلس ويتس دول مجموعهم مع بعض ب 10 طب 10 طب ما ده كمان ب 10 قده ده وده يبقى 10 بلس 10 او 10 باي 2 ايكوال 20 هنا السايد ب 8 وانا عايز الاريا بتاعت السكوير الاريا بتاعت السكوير هو السايد باي سايد يعني 8 باي 8 ايكوال 64 السؤال اللي بعده ده محتاج ديستريبيوشن هنكسر ال 13 10 بلس 3 all باي 5 يلا هكسر وابعت الاسهم تبقى الاجابه هنا 5 باي 10 ايكوال 50 طب و 5 باي 3 15 مجموعهم مع بعض 65 الاريا بتاع الريكتانجل ايكوال لينكس
boy waits. اللينكس ب 12، الويتس ب 4، يبقى انا دلوقتي برضو هكسر ال 12 خليها 10 plus 2 by 4 واستخدم الاسهم 4 by 2 4 by 10 4 by 2 ب 8 4 by 10 ب 40 مجموعهم 48. طب يا مستر بصراحه انا ما كنتش هعمل كده، انا حافظ ان 12 by 4 ب 48 على طول، يبقى افضل. طيب هنا هحط براكت عشان اسوسييتيف 2 by 5 ب 10، بقت 10 times 8 equals 80. The side lengths of a square whose perimeter is 8. احنا قلنا بقى اول لما يطلب منك هو السايد انت بتعمل ايه في البريمتر؟ تمسك البريمتر تعمل له divide 4، تقسمه اربع حتت، لان انا عارف ان كل السايدز بتاعتي equal، وطالما كل السايدز equal ومجموعهم ب 8 انا عايز امسك ال 8 اقسمهم اربع اجزاء متساويه، فعملت divide 4 يبقى 8 divide 4 الاجابه equal to. The length of a rectangle whose width is 6 perimeter 28. قلنا حضرتك عندك دلوقتي البريمتر بتاع الريكتانجل وعندك الويتس وعايز اللينكس، كان القانون هات النص وشيل اللي عندك، الأغنية اللي كنا بنقولها. يعني ايه يا مستر اللي انت كتبته ده؟ احنا بنجيب نص البريمتر، فنص ال 28 14، شيل اعمل ماينس اللي عندك ال 6 14، لو شلنا منها 6 هتطلع 8. دي كانت طريقة، في طريقة تانية بس أطول شوية، إن الويتس ب 6 يبقى الـ opposite side بتاعها ب 6. طب 6 و 6 12، شيلهم من الـ 28 هيبقى 16. الـ 16 دي هتقسمها هنا وهنا بس بشرط يبقوا قد بعض، يبقى أنا مجبر أكتب 8 و 8. السؤال اللي بعده، أيمن ران جري around a track in the shape of a square، شكل السكوير، whose side length 18 meter. If Ayman completed one round، يعني لو هو بدأ من هنا ولف كمل لفة كاملة، find how many meters Ayman ran، يبقى كده كأنه عايز مني البريمتر، أنا هجيب له البريمتر equal side the square بقى by 4 side ب 18 by 4 هكسر ال 18 10 plus 8 by 4 هوزع، يبقى 10 by 4 plus 8 by 4 10 by 4 ب 40 8 by 4 32، هعمل لهم plus ال 1 مع بعض وال 10 مع بعض وما انساش المتر، يبقى دي كده التراك كله على بعضه ب 72. آخر سؤال في الهومورك بتاع أول حصة، كارما stretched a tape of ribbon and made with it a rectangle of length 20 centimeter and perimeter 60. Find the width. برضو نفس الفكرة، لو أنا عايز الويتس أو اللينكس بتاع الريكتانجل هات النص شيل اللي عندك، هات نص البريمتر، يعني أنت لو عايز دلوقتي الويتس نص البريمتر يعني بريمتر ديفايد 2، وبعد كده ماينس اللينكس البريمتر ب 60، لو جبت نصه يعني عملت له ديفايد 2 يبقى 30، ماينس شيل منه اللي عندك اللي هو ال 20 اللي هم اللينكس، يبقى 30 ماينس 20 ايكوال 10، وما انساش ان اليونت بتاعتي سنتيمتر.